تضايا ندم فيه انتهيت. قال شيخ ابن القيم: ولا يكون الرجل من أتباع النبي حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. الحمد لله الحمد لله. انا بصلي المغرب في امريكا في شيكاغو ومعايا بعض العلماء من البلاد الحرمين، وقدموني لأصلي بهم إماما. وبعدما انتهينا من الصلاة، وإذ برجل أمريكي مع زوجته مع ابنته، رجل جيلي ونحن لسه جلسين بنقول أذكار الصلاة، وقال في ترجمة يعني شبه حرفية لكلامه، قال بأنه سعيد جدا. ليه خير؟ قال: والله أنا سعيد إن لقيت لي زملاء جتهم نفس الحالة المرضية النفسية اللي بتجيلي. قلت له: خير، احنا مش مرضى يا عم، في ايه؟ قال لي ان هو بيصاب بحالة من القلق والتوتر النفسي، لا يشعر براحة ولا بسكينة اذا جاءته الحالة الا اذا وضع وجهه على الارض كهيئة سجودنا. فبقول: الحمد لله اللي لقيت لي زملاء جات لهم نفس الحالة وبيعملوا نفس اللي انا بعمله. قلت له: لا، الحمد لله، هذا سجود وهذه صلاة. وبدأت يعني اكلمه بكلمات كثيرة. فطلب منا أن يتعرف على الإسلام، وأعطيناه عنوان المركز، وصدق الرجل. وجاءنا بعد 3 أيام، والله يا إخوة لم يمكث 5 أيام معنا إلا وقد دخل في الإسلام هو وامرأته وابنته بفضل الله، ثم بفضل الدعوة. أنا ما دعوت بلساني وإنما بسلوكي، رأني أصلي. لا تستحي أنت أن تظهر دينك، لكن بأدب، لكن بخلق. وركز مع أولادنا وشبابنا وإخواننا على أن يحملوا هم الدين بمنهج سيد النبيين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، وما أنا من المشركين. أسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا بهم الآخرة وبهم الدين. عدت من سراب فيه تبت، وعلى وجهي شظايا ندم فيه.